بحثنا كثيرا عن أثر للخط العربي في شوارع مدينة الكوت، لم نجد سوى قطع صغيرة تراكم عليها غبار السنوات، في حين كانت الإعلانات الضوئية في كل زاوية من زوايا الشارع وبمختلف الأنواع والأشكال والأحجام. فرق بالنسبة لي كجمالي أحلى وأرتب للمحل، وثاني شيء يعني الخطاط يطول يعني يرسم الشغلة أو يكتب الاسم شيء صعب يعني طول بالأربعة أيام أو خمسة، بس بأنه ما تروح لأبو المطبعة خلال دقائق يكمل لك إياها كشيء أحلى وأرتب وأنزه كمين وكجمالية للمحل. بالنسبة للخط القديم يعني هو كل فترة صارت يعني مجتمعنا صارت موديلات ويعني طبعا الخط الحديث احسن وارتب واوجه بالنسبه لللافتات بالنسبه للاعلانات. الحداثه والتطور ساهم بشكل واضح في دثر الفنون الاصيله وتحديدا الخطوط اليدويه والتي كان لها رواجا كبيرا في وقت سابق، اما اليوم فإن التكنولوجيا الحديثة ساهمت في تغيير الكثير من الأشياء التقليدية. يعني كصاحب محل تجاري أريد أوضع بالإعلان مالتي هذا رسومات ثلاجة مجمدة تلفزيون مثل بلازمات، الخطاط ما يقدر يرسم لصعوبة عليه وما راح تجي بصورة جيدة وصورة حديثة، فتقريبا الخط العربي القديم انقرض لحداثة والتطور التطور المستمر مع المجتمعات. فالإعلانات الضوئية حاليا احنا نرغب الإعلانات الضوئية الحديثة لأن بها شو تريد يحطوا لك بها وخلال فترة وجيزة يكمل العمل، مو مثل الخطاط، الخطاطين تقريبا عملهم انقرض حاليا. الإعلانات الضوئية ظهرت في السنوات الأخيرة وأصبحت مهنة حتى لمن لا يعرف من الخط شيئا. الحاسوب والمعدات وآلات الطبع المتطورة كانت كفيلة بأن تضع أمامنا في غضون دقائق صورا براقة وألوانا زاهية.